جايب لي ألف حكاية وحرفين وسهم وقلب، وحلمت إنك جاي وجايب لي معاك هالحب، جايب لي ألف حكاية وحرفين وسهم وقلب ودفتر فاضي أنا كمان لازم وافق، يعني القرشين اللي مصمتينه خلصوا، وبناتكم ما بيلبسوا إلا أحلى لبس وما بيحطوا إلا من أغلى مكياج، وبدهم مواصلات ومصروف للجامعة وفواتير موبايلات وكهرباء، وجاني كمان هذا الإنترنت اللي صرعونا فيه. شايفين الحياة شو صارت صعبة؟ شايفين إنه معي حق ولا لا؟ قلوا لي شو ساوي. الله لا يطولنا رأي يا رب. شوفي لكني مين هات؟ أبو طارق. شبه؟ صرت عم تلو سبع أبري شاي ما عم بيشبع. كله من ورا خالتك، ما عم تعرف تاخذ لنا هالقرار بقى. يخرب بيت هالقرار. بتعرفوا شو، أنا لازم نام، بكره في عندي معهد. قبل ما تنامي بتعرفوا شغلة؟ إذا خالتكم وافقت على هذا العريس شو رح يصير؟ شو؟ يعني عن جد طاقة القدر انفتحت لنا، بدنا نطلب كل شيء بدنا اياه. أنا أول شغلة بدي أطلبها بدي موبايل جديد، من قلبي من هالموبايل اللي حاملته. كل رفقاتي بالجامعة حاملين موبايلات حديثة وقاعدين عم يجاكروني، وأنا بدي أقول له يجيب لي موبايل حديث. بتعرفوا أنا شو بدي أقول له؟ بدي أقول له يغير لنا هذا البيت، يسكننا بفيلا كبيرة فيها الخضار وجناين ومسابح كبيرة وخدم وحشم. يا الله الدنيا شو حلوة. أنا حزره شو بدي أطلب منه يجيب لي. شو بدك؟ سيارة روح فيها على المعهد وأجي وياخذني بالبول فيها مشاوير. شو؟ بس سيارة. يا الله شو فقيرة. ليكو أولادكم حيتحقق هذا الحلم. يا ربي بيفوت وافق يا رب.
اليوم بدي انهي هاي المرحلة، يعني بدي انهي هاي المرحلة. نهيت هاي المرحلة رح ابعت رسالة لشهد واتركها. هلا عنا فريد 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 شباك شخاف شو عم تحلم؟ بسم الله شو بالي لك صبحي؟ عم تشد مع ام عزو علي؟ لك مين ام عزو؟ ايه مين؟ نعم نعم ارتاح 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 حبيبي ارتاح. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. صبحي؟ ايه حبيبي. جيب لنا كاس مي معي. هلا؟ ايه ايه حاضر. نعم انت نعم. يلا يلا هذا هو القرار الصح. أنا متأكدة إنه لا سهام ولا جمال الله يرحمه رح يزعلوا من هيك قرار، بالعكس لازم يفرحوا لأنه هذا القرار لمصلحة البنات، ولأنه هاي حياتي اللي لهلأ ما شفت منها شيء. شرفتك يا أخي. معقول يا هيفا عم تتدللي علينا؟ الله يسامحك. يا بنات الحقوني على غرفة الضيوف مشان تسمعوا قراري. وأخيرا نطقت. إن شاء الله بتقبريني أنت. ما بعرف ما بعرف ما بعرف رح تجنني يعني. بتطلع بتبهدلني بتمسح الأرض فيني بضل صرت جن يعني. حس حالي إنه أنا عم تخيلها ولا هي موجودة. والله ما بعرف رح جنلك يعني. هي بالمنام كانت عم تلحق كمان. لك لاحقتني حتى على المنام. نعم على هالقصة. وما زعلت إنه لاحقتني على المنام. اللي زعلني إنه أنت الندل صفيت معها وساعدتها. اسمعوني منيح يا جماعة، اسمعوني يا بنات، يعني أنا هاد أخطر قرار بتخذه بحياتي كلها، يعني بعد التفكير الطويل والتدقيق والتمحيص اتخذت قرار جريء جدا. أنا قررت أني وافق شوف العريس. لك هذا منام ما بعرف بس يعني حسيتك يعني. ليك بالمنام ببين الشيء على حقيقته. لو مالك ندل من جوا ما كنت صفيت معه وساعدته. الله يسامحك. حتى لو بالمنام. الله يسامحك. بس انا ما بدعي عليك الا بكل خير وبكل حب وبكل احترام. طب خلص انا اهزي. لا خلص بس انا مشوش شوي. لا خلص خلص سامحني. لا خلص. لك سامحتك سامحني. بديك فوسيني ولا نعيش عليك بعال يا شو بالأملي ما في بيز ويلي ميناتو يا محمد شو هاي يقبرني النجوم كلياتها هروا من فوق نزلوا لتحت جزمة معناتها الحصان واقف برا هلا بيخالفوكي بدك تروح نمشي ولا اسرح كنداتي وارجيك الوخامة انا روح قلبي العصبية بحب العنف انا شباب اخر زمن شباب شو لك بس يا محمد شو حلوة شعلي ما تواخذيني حبيبتي اجيتك قبل الشحادة وبنتها بس في كم شغلة لازم نحكي فيهم وتقصدت نقعد هون لحالنا قبل ما يبلشوا المناطي نطوط بخلقتنا معك حق احكي ام طارق احكي العريس طاير عقله فيكي ومبسوط كتير وقال لي انه بعد اذنك بده يجي لعندكم بعد العصر مشان يشوفك ويشوف البنات ايه شو عليه ميد اهله وسهلا فيه بس ليكي ها من هلا لا تخلي البنات ينفردوا فيه ما بدنا يصير مثل هذيك المره لا تخافي خلص البنات تربوا ما عاد يعيدوها اسمعي لكان اللي بدي اقول لك اياه
العريس لا بيحب الفشورة ولا الفخورة ولا شوفة الحال، وبده يشوف شو ردة فعلك عليه. يعني انت لما بتوافقي عليه رح يلبسك خاتم ذهب، يعني خاتم ذهب ما في غيره، ورح يقلك انه هو فقير واندبوري وعايف حاله. هو قال لي انه ما خبرك بهذا الحكي، بس انا لانه انت بتهميني وبدي مصلحتك لازم قلك على كل شيء مشان تاخدي احتياطاتك. خلص ام طارق، صرتي ألف مرة حكيتي لي هالحكي والله حفظته. أي منيح اللي حفظتيه، لأنه ما بدي العريس هذا يهرب مثل ما هرب من كتير نسوان كانوا طمعانين فيه. اسمعيني أم طارق وفهميني كتير منيح، صحيح أنا مروقة ومبسوطة أنه العريس معه مصاري، بس إذا ما حبيته ولهفله قلبي رح أرفضه رفضا قاطعا حتى لو بيكون معه كنوز الدنيا كلها. قال يا أخذ القرد على ماله، بيروح المال وبيضل القرد على حاله. بهي معك حق، أصلاً هو هيك طلبه، بده ياكي تقتنعي بشخصه مو شو اللي بده يقدم لك يا. خلص لا تاكلي هم حبيبتي، الله يقدم اللي فيه الخير أحسن شي. آمين يا رب العالمين. أنا لازم روح المعهد. لك ليش؟ مو قلتي لي إنه ما عندك شي مهم اليوم؟ بلا. طب يلا خلص خليني أنا أضلني معك، لأنه بعد المعهد ما فيني شوفك. ليش شوفي عندي؟ بصراحة؟ إيه بصراحة جاي عريس. شو؟ هيك وكل عين جيرة عم تقولي لي ليها جايك عريس؟ يعني انت ليش هيك عم تحكي معي؟ يعني هيك بكل هالبساطة وبكل هالسهولة عم تقوليها عني؟ اوخ منك بس. بس لو لعبتي يا زهر وتبدلت الاحوال. بس خليني اشرح لك، مو هيك القصة. لك شو بدك تشرحي لي؟ القصة واضحة مثل عين الشمس، هو معه مصاري أكثر مني وأنا شغيل هون باقي. لا أنت عن جد واحد غبي. لا أنا مالك غبي. غبي. بعرف اني وجعت لك راسك، بس والله كرمال تاخذي احتياطاتك وحذرك. فهمت عليكي، فهمت عليكي ام طارق، بس ان شاء الله اليوم ببين كل شيء معك. معي انا؟ ليش دخلني انا؟ كلي ما رح كون موجوده. يا ما رح تجي وقت يكون العريس هون؟ لك يا هيفا يا حبيبتي، انا طولت قصرت بضل غريبه عن العيله، بعدين ابو طارق يقبر قلبي قال لي ما بدي اياكي تكوني موجوده وقت بيجي العريس. مثل ما بدك ام طارق، خلص براحتك، انا شو بيصير بخبرك؟ طبعا بدك تخبريني مشان اعرف شو اتصرف. بشو بدك تتصرفي؟ يعني بتجهيزات العرس واللذي منه يعني. ايه مو لوافق بالاول. لا حبيبتي رح توافقي، رح توافقي. شنو انا بعرف شو طلبك، شب حليوه وقد حاله يا ضرساني. خجلت. هلا فهمت، منيح اللي طلع العريس لخالتك مو لإلي. ايه منيح بعدين فهمت. بتعرفي شو؟ قلبي نط من محله، حسيت هيك اسودت الدنيا وتسكرت كل ابواب الرزق ابو شي. لهالدرجة بتحبني بالبول؟ وبموت عليكي كمان، بعدين انا ماني مصدق امتى اروح لعند خالتك مشان اجوزها. ييه خجلت. يقبرني الخجل كله انا، هي. يقبرني. بالبول؟ شو؟ قولي انا صار لازم اروح المعهد اللي بسجلوني غياب. خليك نتفق. لا لا ما فيني، بدك شي؟ سلامة. برني شاطي وبريني. اليوم بالليل إذا ما دقيت لك لا يغلى قلبها. شو كمان في مفاجآت اليوم؟ يلا ضلت مسخر علينا أنت. لك يا عمري ما عم بتمسخر، ما بدي أعرف شو عالكم اليوم. جاي العريس اللي قلت لك عليه. وخالتك خلص وافقت؟ شو صار لي ساعة عم بحكي أنا وياه؟ عقبالنا روحي. إيه آمين. يعني خالتك وافقت بشكل نهائي؟ هلا مو بشكل نهائي، هي موافقة بشكل مبدئي، بقى اليوم بدنا نقعد مشان ناخذ ونعطي معه. تاخذي وتعطي مع مين؟ شبك هذا رح يصير واحد من العيلة، يعني انت بكرة لما بدك تطلبني يمكن تطلبني منه. ايه ايه مزبوط عم تحكي. بس يا صبحي، اما شو عريس معه مصاري، معه مصاري ما بتاكل النيران. ايوه هلا بصير تشوفي حالك علي يعني. هلا هيك انت فهمتها؟ اصلا مو الحق عليك، الحق علي انا اللي خبرتك. والله زعلت. خلص روحي، ما قصدي وقدم اعتذاري. ايه وانا قبلت. بحبك روحي، انا بحبك وبغار عليكي، شو اعمل؟ ايه قاس يا حبيبتي، بتجيبي كل الاغراض وبتجي لعندي لهون. لك احنا ما فينا نجي لعندك، ما عندنا وقت. بعت لك حمش وطماعه، لخلاص اجرتك بتاخديها دبل.
لك عندي القصة. يلا لا تطولي، يلا باي. شو وافقت بدر الدجا بعدين تجي؟ وافقت. هي قاسية بتشط ريال تاع المصاري، رح تسكر الصالون وتجي تعملكم شعركم. اي والله ما في داعي لكل هالحركات. لك شلون ما في داعي؟ بدك تجننيني انتي؟ حبيبتي لازم تضبطي حالك مشان يشوفك انه هيك، انه انتي بتهتمي بحالك على 24 ايراد مشان يطبص طبص فيكي. اي شو شايفتيني بركة مي حتى يطبص فيني؟ عندك شو بتنكتي؟ حبيبتي تتصلي بالبنات يجوا بسرعة مشان يجهزوا حالهم. بدك شي مني؟ سلامة قلبي. يلا بخاطرك. الله معي. ما بعرف يا شهودي، يعني أنا بصراحة يعني هلا أنت هيك يعني حابة إنه تغير حياتك؟ طبعا حابة تغير حياتي وحياة اخواتي وانتي. بدري مع مصاري كتير ما اختلفنا، بس يعني قررت بدي لك اياها. يعني انا بصراحة بغار كتير وكل القصة كلها مو عجبتني. ايه تصطفل ما تعجبك انت، عجبتني الي. بعدين بدك تضل هيك متخلف انت؟ ليش لا تغار؟ مش بدك تغار؟ خلاص حبيبتي لو اذا انت عجبتك فانا عجبتني ما عندي مشكلة. اه هلا انت هيك بدك تضل؟ ايمت بدك تصير رجال وقرارك من راسك وتاخذ موقف؟ اخذ موقف شو بدك اخذ؟ خلص انا عجبتني. ما عاد افهم على دي شو بدك؟ ما عجبتني شو بدك؟ سرسوره شو قررتي تلبسي؟ والله لسه ما بعرف. شو مين اجى لعنا؟ هاي الكوافيرة وجايب العدة معه، فاتت تعمل شعرات أنتي بالغرفة. ايوه يعني خالتك قابضة القصة جد؟ والله بقص ايدي اذا ما انا موافقة على العريس من هلا. لك اختي شو بدنا فيها؟ خلاص خليها تعيش حياتها، ما رح نوقف بوشها. صح شو قررتي تلبسي؟ قلت لك ماني عرفانة، انت شو بدك تلبسي؟ والله انا ما بعرف، بس عم فكر جيب ثيابي حطهم عندك وتنقي لي هيك كم قطعة حلوة، بعدين نختار وحدة والمرة بتزبطي لي الميك اب وهيك شعراتي شوي. بالله شو؟ الله يوفقك. يلا روح جيبي وخلصيني. يقبرني. مرحبا سرسورة. خير؟ نقيلي شو بدي البس، والله ما بعرف شو بدي البس. لك شو بكون انتو التنتين؟ انا مين بنقيلي يعني؟ ولا هي صح حلو؟ لا حلو؟ ايه لا خليكي عند زهر مثل ما قالت سارة. خلص هي ايه عيريني كذا من عندك. تمام بيضة احلى. لا بدي نفس اللون. نفس اللون عندي واحدة نفس الشكل. اعطيني واحدة افتحي خزانتك اعطيني. خلص حاضر. اه يا ورد، اه ما احلى الحب. لك انت بالنسبة لي ملك الجمال، لك حكياتك دلعك غنجك كلنا دول انا بحبهم. تعرفي شو انت بالنسبة الي؟ يا ما بعرف شو بدي قلي. احلى من كيب كربشيان واحلى من هاي مرام كلينك اللي بيطلعوا بتغني بتسجل اقوال بالغنية. يا الله شو بحبك. يعطيك العافية يا معلم. اهلين خالي. مرني في عنا حموله خضره وفواكه على الشيخ محدين. خضره وفواكه على الشيخ محدين؟ لا تقولها. ايوه شو هي الفواكه؟ شو الفواكه يعني تفاح بردان. ما في كرمنتينا؟ لا ما في. معناتها وينها؟ بتحمل حمولتك كلياتها. في خضره؟ معك يعني خضره؟ خضره شو خضره؟
خس وخيار. إذا خس وخيار أنا أبلام، تحملهم هدول كلهم مثل الطير طاير، بتنط على الشيخ محدي بتوصلهم لهني، شو عم تستنى؟ إيه برو؟ ما ترو؟ رايك. لا قام شيك معه. يا عماد جاي أخذني طلب أم راح بعدته. في حن في حنة بالظهر. والله خامصة، الله يرحمها ناشفة. هلا عن جد يا بنات بلغ العظم، ظابطة ولا عم تضحكوا علي؟ انتي خالتي طالعة مثل القمر، يعني انتي الله يسامحك كمان وين كنتي مخبية كل هالجمال؟ صيفة. هلا بلا مجاملة عن جد يا بنات، إذا في شيء مو ظابط لظبطه، الصراحة الصراحة طالعة أحلى وأصغر مننا. هلا هذا شيء مفروغ من أمره. ببيهيفو شو حبيبتي؟ بتعرفي لو أنا شب وشفتك بتدري شو بعمل فيكي؟ شو بتعملي؟ ما بترك هيك لأخذ رقم تليفون. إذا هيك بسيطة محلولة قصتك. يا رب يا رب دخيلة، الحمد لله هيك طمنتوني، الله يطمن قلبكم، ما بقى إلا يصل العريس. يعني إذا من أولها هيك شو خلى لبعدين؟ والله غريبة، ليش تأخر؟ مع إنه أنا بعرف إنه مواعيده بيرفكت. إيه واضح، مشان هيك صار له ساعتين ناقعنا وما شرف. الله وكيلك الكحلة شطت من عيوني. ونحن كمان يبعت لي حمى عليكم. والله ما بعرف شو بدي قلك، أنا كمان صرت متصلة فيه أكثر من 10 مرات، موبايله مسكر. يا حبيبي قافل موبايله كمان؟ شو يعني؟ راح العريس خلاص؟ خلاص يا بنات استنوا شوي لنفهم من المخلوقة. إيه يعني هلأ شو بدنا نعمل؟ والله ما بعرف شو بدي قلك، بس الغايب عذره معه. بالله شو؟ قلتي لي الغايب عذره معه؟ ولك يضرب حظي المعتر. إيه؟ منحوس منحوس. خلاص يا بنات خلاص، لا تخلوني أبكي. ليكي أنا خلاص يئست وقايمة أغسل وشي وحط راسي ونام. هيفا حبيبتي طولي بالك بس شوي كمان. ما رح طول بالي لا شوي ولا كتير. لك يا حوينة وشي اللي معطب المكياج على الفاضي، لو كان بده يجي كان إجا. إجا 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 خالتي. يلا يلا أمطاري عم يندق الباب يمكن إجا. خلص برجع بحاكيكي. عمى شو نعمل؟ أنا خليني أفتح. لا أنا خليني أفتح له. أنا خلص عدي يلا ورد قومي افتحي له، أنا رح أتخبى بأوضتي. إيه يلا دعولي يا بنات. الله يسلمك يا بيبي. قومي افتحي يلا. مرحبا. أهلا يا عمو. الله ست هيفا موجودة ولا أرجع بوقت تاني؟ موجودة ولا مو موجودة؟ موجودة موجودة. تفضل. بس ما أكون إجيت بوقت غير مناسب. لا أبدا يا أهلا وسهلا. تفضل. ما شاء الله عليك طلعت تشبهي باربي عمو. ميرسي يا عمو. تفضل يا أهلا وسهلا. معناتها إجا عن جد، قلبي رح يوقع من مكانه. منيح لمظبطة حالي. بيبي هيفو صار بغرفة الضيوف. ولي شو بدي أعمل؟ شو بدك تعملي بيبي هيفو؟ أنا بدي قلك بتفوتي وبتضيفي قهوة. إيه مزبوط، معناتها أنا رايحة على المطبخ. على سريع بيبي هيفو، ما حلوة تطولي. معك حق حبيبتي، معناتها ليكي خدي إخواتك وفوتوا عدوا معه، أنا رح ساوي القهوة وجيبها فوتها. حاضر بيبي هيفو. لا ما بدي مالي مرتاح اخي، مالي مطمن. ليش بسألي ليش؟ شو ليش؟ لك هذا العريس زنقيل، يعني بكره اذا خالتها تجوزت هذا العريس ممكن يصيروا يعني يعتبروا حالهم اغنياء، يعني يرتفع الليفل تبعهم، عرفت شلون المستوى؟ يصيروا يعني يشوفونا هيك يعني بنظره دونيه، يحسسونا انه نحن فقراء، عرفت كيف؟ لك يا حبيبي اذا هن بدهم يفكروا بهي الطريقه يفكروا بحفظ. بس انا بالنسبه لي واثق ومتاكد انه حبيبتي بتحبني، مستحيل حط لك كنوز الدنيا قدامها، مستحيل تفكر بغير. شو قصدك يعني انه انا شاهد ممكن تتركني يعني او ما بتحبني؟ لا شاهد بتحبك بس ممكن تتركك. ايوه طيب عن اذنك انا رايح على المطبخ، لا تتحرك. ايه شو بتحب السكينه قصيره ولا طويله؟ يعني ليش التوتر؟ ما عم بفهم عليك، ليش يعني دوار؟ لك مو توتر بس يعني انا بس لك شغله بصراحه يعني كان ممكن تتركني، ما تقول ما ان شاء الله تتركني. ايه قوم عملنا شاي عم نشرب متى.
اسمي سارة، سنة ثالثة فلسفة. عاشت الأسماء، يعني أنت بتتفلسفي كثير ما؟ وأنتي؟ أنا اسمي شهد وبدرس سنة ثانية أدب إنجليزي. يا عيني يا عيني. وتر زر يونين؟ آه. ما في شيء ما في شيء. وأنتي يا قطة اللي فتحتي لي الباب شو اسمك؟ أنا بقى اسمي ورد. ورد؟ عاشت الأسماء، ورد ورد يعني؟ إيه. لك عم أقول لك هيك ريحة الأرنب كلها ورد وزنبق وهيك. معلش يا صبايا بكون ما تواخذوني، بس أنا هيك بحب المزح شوي. ولا يهمك عمو، أهلا وسهلا فيكم. بصراحة حكولي يعني حكولي عنكم كتير وقالولي إنكم بنات صراف وحبابين ورباين أحسن ترباية. شكرا شكرا، هذا من ذوقك. أنت كتير حدا ظريف. شكرا شكرا كتير. بس وين الست هيفا؟ يعني ليكون ما بدها تستقبلني، يعني حاس حالي إني عامل إحراج. لا شو إحراج ما إحراج، يلا دقايق وبتكون هون. شرفت شرفت. وفات لعندهم سيدي وبإيده ورد كمان. ورد ومظبط حاله. إيه نعم سيدي، وبينته كان مثل البيت، ضل واقف يعني فترة قبل ما يقرر يدق الباب. معقول يكون عريس؟ والله حسب خبرتي وتحليلي أكيد سيدي، أكيد عريس وجاي يخطب. مين جاي يخطب لك؟ شو بيعرفني أنا سيدي؟ شو بيعرفني؟ يعني في 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 أربع حريمات جوا. مظبوط. بس بتعرف إذا طلع جاي يخطب الست هيفا والله لآكلك بالسمنة. أنا سيدي أنا أدي له جوا. شو حامل؟ أدي له جوا سيدي، له فترة ما عيرت الوقت يعني بصراحة. سيدي شوية حكمة وتروي. خلاص أمرك سيدي. هلا وسهلا. أهلا فيكم. شرفتنا. أهلا. مساء الخير. مرحبا أنا هيفا. أهلين. أهلا وسهلا، شرفتنا. اشتهيت لك الوردات وأنا كتير بتشكركم لأنه استقبلتوني، وأنا مبسوط لأني شفت لأني شفتكم. يسلم ودني كلك سوء. تفضل ارتاح. صراحة أنا حابب أفوت بالموضوع دغري. أي فوت. تفضل فوت. أنا بشرفني أطلب إيد الست هيفا على سنة الله ورسوله. باينتو هالعريس ظريف، يعني الانطباع الأول عندي منيح. يا رب ينضل هيك. والله باينتو شي شغلة هالعريس. أنا من ناحيتي موافقة عليه كتير كمان. خلاص هذا هو، مبروك بيبي هيفو. ولي لك شو بهون هدول هيك عم يتطلعوا فيه؟ معقول ما أكون عجبتهم؟ يا رب يوافقوا يا رب، لأني ما رح لاقي أحسن من هيك. يا ميت أهلا وسهلا فيك، ممكن تحكي لنا عن حالك شوي؟ طبعا طبعا، أنا اسمي بدري الدقر. هلأ أنا حاليا ما بشتغل شي، بس وعد بهالكم يوم رح لاقي شغل. أيوة بلش يمثل عليه مشان يختبرني. هلأ أنا بصراحة وحداني ومالي حدا، يعني مثل ما بدك تقولي مقطوع من شجرة، بس أنا بوعدكم يا صبايا رح تكونوا مثل بناتي وأعز. نفس الكلام اللي قالته أم طارق. عفوا شو قلتي ست هيفا؟ لا ما حكيت شيء، بس يعني عم فكر، عم أقول لحالي إنه مو لازم تعطيني فرصة مشان أفكر. طبعا طبعا هذا حقك، يعني وحتى إذا حابة تسألي عني أنت أو واحدة من الصبايا أنا ما عندي مانع. بعتقد إنه ما في داعي نسأل عنك، لأنه عنا معلومات كافية عن حضرتك. عني أنا؟ كيف؟ شلون؟ هاي شغلتنا. ولا يعني ما بدك يكون عنا خلفية عن حضرتك؟ زعلت؟ لا لا أبداً يا صبايا، بس الحقيقة أني أنا مستغرب. لا تستغرب ولا شيء. أنتوا بس لو تخلوني بس أحكي لكم شوي عن حالي يعني بيكون أحسن. ما في داعي، إن شاء الله مع الأيام تثبت لنا أنه أنت رجال أول وفعل. يعني أنت عداك العيب يا ست هيفا، وأنا هذا الحكي بتشرف فيه، بس بصراحة أنا لازم أقول لك قدام الصبايا أنه أنا يمكن ما أقدر لبسك أكثر من محبس. مو مشكلة سيد بدري، يعني نحن الحمد لله شبعانين ببيت أهلنا، وهي الشكليات ما بتهمنا، لأنه نحن بهمنا المضمون، ما بتهمنا الأشور أبدا.
يا حبيبي خرطة قشطة تخري. شو هاد يا آنتي؟ عم تتثقفي من ورانا؟ والله حلو يا بيبي هيفو، أكلتي بعقله حلاوة. بصراحة أنا ما معي موبايل، بس رح أجيب واحد على القريب بإذن الله. إن شاء الله خير. منيح اللي أم طارق فهمتني على كل شيء. ماشي، معناتها أنا اسمحوا لي استأذن يا جماعة. بس إذا في مجال آخذ الرقم مشان بكرة دق وآخذ الجواب. والله يقدم اللي فيه الخير. إن شاء الله. شكراً كثير عمو، شكراً كثير على الاستقبال الحلو. شرفت ونورت، أهلا وسهلا فيك. بدك شي عمو؟ لازمك شي؟ بدي سلامتك. الله يسلمك، ديري بالك عمي ها، ديري بالك على أخواتك وعلى خالتك. يلا بالإذن. شو بيّن معك سيدي؟ هالزلمة أول مرة بشوفه. أكيد وراء قصة، شو علي؟ ما رح تغمض لي عيني لأعرف شو بده. أكيد أكيد أنت قدها سيدي، أنت قدها. خلاص أمرك سيدي، خليك مزروع هون. أمرك. ما عم يعجبه شي، شو ساوي يعني؟ ايه والله يا ام طارق، هذا كل يلي صار.